صباح الخير كليين ديالنا، صباح الخير خويا مهدي. صباح الفنون، صباح الغزاله. كاين شي كاين شي هاوته اليوم؟ كاين شي هاوته غزاله، شي تخفيضات؟ شوف معايا هاد الهاوته كيفاش دايره السحر. شي تبارك الله غزاله. هذا الخطان ديال لاسوا غوشي مع التحتيه ديال لاسوا ديالو، شي حاجه غزاله غزاله غزاله. هذا نحط على الطول ديالو. مرحبا، شوف لي لا بومبري ديال التركي باش دايره. هذا راه دو بياس ديالو من الكبس مع التحتيه ديال لاسوا، شي حاجه غزاله وراقيه وبالشهوه. انا هذا الطان ديال الكمخه بغوشي مع تحتيه ديال لاسوا، حنا اختارينا لهاد الغوزان ديال هذا. بقات مولاتو تبدل لويا، نبدلو لها اللون. حنا اختارينا هاد الغوزان ديال الشهوه. هذاك الغوزان ديال زبيب صراحه رائع بزاف. الميتراج راه وافي، ميترو 60 في العرض، 30 متر في الطول. يجي بفطان، يجي لبسه، تقدر ديرو مبطان، ديرو تكشيطه، ديرو جلابه بالحضور، كيبقى لها هي الاختيار. زومي ليا على ديطاي، شوف لي لا كومبيديال تشوف كيفاش دايره. واحد الملمس رائع، الميتراج راه وافي، والثمن غادي يكون بواحد الثمن ديال الهاوته حسن. دابا هذيك الهاوته كلشي عجباتو، بقينا مركزين على الهاوته حسن. راه ما كاينه الهاوته خويا. شي حاجه بالنسبه للهاوته وراقي. هذا راه بوحدو كيدير 1200 1300 درهم. هذا كمخاب بغوش اليوم ان شاء الله دو بياس بالتحتيه ديال لاصوات ديالو، غندير لهم 1000 درهم احسن. 1000 درهم الله يفيهم اخويا، والله تما الله يفيهم. واجب عليا انت الله فيهم ونجيب لهم الهوسه. سالوا سالوا احسن ما كاينش السوق الثمن ديال الدراوش. شي حاجه ما تغلى عليهم. انا ولد الحاج كي تنقولوا ديما اللي عجبها المارياج الله يسخر، عندك شي فكره، عندك شي ذوق مختلف، تواصلي معنا الحماق مع الذوق ديالك حتى تقتنعوا. الله يسخر اللي ما بانش على وضوح على حسب الكاليتي ديال التليفون. كما القاعده تواصلي معنا في الخاص ونصيفطوا لك اللوينات وتعزلي مع راسك. حاجه وهذا اللوين الاول، هذا اللوين الثاني. هذا اختاريت لي واحد الكاشيري غزال محمر، شوف لي غنلبسوه كيفاش غادي يجي. ولدي ولدي مرحبا، شوف لي هاد لاكولور غادي شحال غزاله. شي حاجة بالشهوة الحسن. شوف لي التناسق كيفاش كي جاك اللوين هذا. شي إلا لاحظتي في لي ديطاي غادي يبان لك اللوين مرشوش في لاباز ديالك. تبارك الله. كي درنا لها كلها فلاشي عطانا بلوس ديك لو، كي درنا لها لوين يدب على حسب الاضواء باش نحاولوا نرضيو الجامع. كاليتي راه جودة أولى، الثمن راه الثمن ديال الهوت. أنت سكريني صوري ديري أنت تدور في الريزو ولا في السوق ولا لقيتيه بقى الله يسخر لك. حنا ماشي كنحكموا الأسعار وإنما كنبغيو نديروا الثمن معقول مع الكليان ديالنا وصافي. الله يسهل على الجامع. أنا أي واحد اللي يستر لي الأمور ديالك. شوف لي لاصو حاجة مزيانة. هذا اللوين الثاني، شوف لي عاوتاني هاد اللوين هذا. شي حاجة غزالة غزالة غزالة. أنا إكسبري خليتهم سيبوارين باش نلبسهم، باش يبان لك اللون ديال التحتية، يبان لك القفطان، وديك الساعة نلبسهم. إلا عرفتي نلبسو عليك مكاينش المشكل. تبارك الله هذا الشيء ناضي. البيسه غزاله ولا مونتاج ديال الكره باقي دي موداج. هذه راه بوحدها تبعتها عامين ثلاث سنين باش بدي بديها القفطان ولبسها وتبرعي مع راسها. واللي بغات ديرها تروا بيز بغيتي تبطني بهذا الموف اللي عطيناك وتزيدها ان دغادو سوا في التخك وتزيدي دغادو سوا في الخضر. انت عندك تكشيطه، لبسي قفطان مبطن تلبسها مع التحتيه ديالها، انت عندك تكشيط لا حبه خاطر. صباح الهوته هذا. الهوته الهوته. شوف لي عاوتاني هذا الشكيل. راه درنا لي واحد اللي ما بغاش يتقدم من الهوته. راه كاينه قلت لك اللي ما بغاش يتقدم من الهوته. الله اي حتى كاينه بالله الهوته كاينه كاينه. دابا انت حيت عارف السلعه وعارف السوق وعارف داكشي اش كتقول الهوته. ناقص الكليان ديالنا يعرف باللي راه الهوته هوته. ها اللي ما بغاش يلبس وصافي. ما كنقولوا هوته والا هوته. انا كيجا كتصنف
هذا حاب نمشيو لذاك السيبر اللي ما شفتوش فيه حتى هو قطع واحد التناسق رائع. ومازال ما بغيناش نحباوهم، انا جاي لواحد اللوانات غنورر لك وتشوف لي اللون كيفاش جاو حامين. ماشي مشكل، حنا دابا كنعطيو فكره حتى الكليان ديالنا ما عجباتهمش هذه الفكره يعطونا فكره ديالهم هما حتى هما. مرحبا، شوف لي واحد الويل، شوف لي واحد الويل. وهذه راه زوايا اخرى في الكبخه عاوتاني، هذا واحد الويل بزاف بزاف على بزاف. دابا كي جاك هاد اللوين عطيتينا اللوانات فاقعين، اللوانات فاقعين تبارك الله. كي جاك عاوتاني هاد المارياج تبارك الله، زويون هادشي غزالة وبالشهوة. و1000 درهم راه فابور بالنسبة لي، راه هذا بوحدو كيتباع ب 1200-1300 درهم، ولا صورة كدير 200 درهم، يعني شحال 1500 درهم، شحال ناقصة عليك 500 درهم. هادو دو بياس إن شاء الله 1000 درهم، ليفريزون في كازا راه كاينة، خارج كازا عبر الأمان، وما كدا بالجانب. هذا اللوين عاوتاني رائع 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 رائع. شوف لي واحد اللوين كيفاش طلع معاه، شحال بزاف. انا تبارك الله، لوحة فنية. هاي لوحة فنية. انت كتشوف لاكم بلاطون ديال لاصو كيفاش دايره، وكتشوف معنا لكم خاتيه كيفاش دايره بغوش، تخدم بالطفايه، تخدم بالمعلم، تزوقي نبتي اللي حبات خاطرك، بدعي. غير حنا كنقولوا الحاجه اللي تكون مزوقه وعاطيه للعين ما تكلفيش عليها في الخياطه، اقل ما يكون. علاش؟ باش يبقى له الشغم ديال التويب باين والحلاوه ديالو، وما يتمرش انت ما تمليش. انا عاوتاني كي جاك عاوتاني هاد اللون، نجي داكشي لوين اخر مازال ان شاء الله. شوف لي عاوتاني هذا واحد اللوين خارج، حاجة اللي كتروب بالشهوة. راه اللوين ترى مشاكل نجيو نحطوه بالشهوة بالشهوة بالشهوة، حاجة راه كنروم انا ثلاثة أربعة خطرات حتى الرابعة عاد كنقتنع بها. أنا شوف لي عاوتاني ها تبارك الله، هذا هو لوحة فنية، شي حاجة غزالة 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 غزالة. شوف لي المارياج كيفاش داير، شوف كيف كيف بغا ديرها قفطان قفطان في بياس، بغا ديرها جلابة الحضور، بغا ديرها تكشيطة باش ما حبات ما تكلفيش، تقدي وقصدي ديرك الخياط وتبرعي ديك الساعة تفشي عليه في الخياطة اللي بغيتي، الموديل اللي عجبك تبرعي مع راساتك. بالنسبه للعبارة كما كانت السيده راه وافين في العبارة، كلشي لوف العرض راه هو في متر 60 والطول راه 3 متر. شوف لي عاوتاني هاد اللوينه حسن، اللوينات سبيسيال ديال لاصيف، اللوينات صيفي. لونتين الصفر، تناسق الوان روعة روعة، وكي تنقولو بالشهوة. انا مدحش، شوف شوف لاطومبي ديال التوب، شوف 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 لاطومبي ديال التوب، شي حاجة زاهرة وراقية وهماوية. طابلو ولا ماشي طابلو؟ واه طابلو نيت. وهذا واحد لوين كلاسيك، الناس اللي كتدير لوانات مهدئة، لوانات اللي كلاسيك ما كتستحملش الوان شاعله، كتبغي لوين اللي ادمي تكون لابسه قفيطين، لابسه لبيسه صغراسه كلاسيك وغزال. واش تطولوا على داك الشيء؟ واه نطولوا على الكليان ديالنا، الكليان ما تنسخوش، ما حنا ما كرهناش نبقاو نصوروا النهار كامل، ما كرهناش يكونوا معنا لايف، ما كرهناش نبقاو نصوروا النهار كامل الصباح حتى العشيه. شوف لي هاد الزينه، شوف عندك هاد الزينه انا صح. كي جاك هذا عاوتاني
قايلي تبارك الله. إلا قلتي كلاسيك 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 هذا غزال هماوي هذا مسكين شحال هذا ينس تزيري والله يكمل بالخير. كنتي مثل العروسة انت اللي منورة كنتي مثل العريس ما نتاكلوش كنتي العروسة الله يكمل بالخير. المهم نعطيك شي حاجة الهمة والشم هادشي اللي زيدك هاد اللوينات هذا هو كي قلت لك الناس اللي كتبغي اللوانات الغزالة كلاسيك شي حاجة آدمية هذا خضيدر تقدر ديرو الحنة تقدر ديرو هادي يتماشى لكاع المناسبات كي قلت لك دابا الأغلبية مابقاش كتبغي ديرو قفطان كتبغي ديرو لبسه لبسه وجلابة ديال الحضور هادو راه خدمناهم جلاب ديال الحضور وطلعو شي حاجة غزالة. شوف لي هذا عاوتاني كي جاك هذا تبارك الله دوني نسيك فلو ولا كاليتي اهم حاجه هي لا كاليتي والهوته في الثمن. انا نزيد لك واحد اللوين اخر عاوتاني هذا واحد اللوين تا هو كلاسيك هذا تا هو غيبان لك رائع تا هو بلا تا يتنفس صوت ديال الجمال شي حاجه زاله والنوية والشوا أنا طوب لا فوتوشوب لا لا طوب لا فوتوشوب كيش مونتاج ديريكت غزال غزال صراحة لا في لاطومبيل لا في الميتراج لا في لاكاليتي لا في الثمن شي حاجة راقية وبالشهوة وكمية راه محدودة يعني لا تفوتي مع هذا اختاري بحاجة أخرى الله يسخر لك ما تقلقش راه كمية محدودة كاين شي كليان تيبقاو يتقلقوا كتقول لك كتبيع لمن بغيتي كتخلي لمن بغيتي ونزيدك هذا اللوين هذا الله يجعل البركة هذا اللي مولوعين بالخضر مولوعين بالفير انيس الشاط الخضيضر اللي تيقول لي فير اوني اللي تيقول لي فير انيس كبر مالوكي شي حاجه اللي مشروع كاع يكون مزيان هذا حسن شوف هانت هانت كي جاك هذا انت تبارك الله لا كلاس الهمة بارك ليك لوني نسيفلون ها وقت ليك لوني نستيفلون لونتي نستيفلون لا لون كيس واللي كتبت لها بالصحة والراحة شوف ليها التناسق كيفاش جا غير اني تغزال مع داك الخضر ملكي جا واحد التي غطيل رائع وحاجة أخرى نسينا ما ذكرناهاش راه الزواق الثقل اللي راه كيختلف غير ما ركزناش عليهم حيت هادو كلهم امبخيمي ركزنا غير على الزواق وغادي نختم لك بواحد اللوين زوين ونحطو في الجماهير ها هو زعما تا هو الماوي هذا لون كي تنقولو لون شريف تا هو محبوب في الجماهير ان شاء الله. هذا اللوين هذا نعاود نذكر ديما بالعنوان ديالنا الحي الحسن شارع ابو نسان البدايه ديالو الرقم 50 قرب محل الدور لا تنساو الجيم والبارطاج واللي خدا شي حاجه صحته وراحته اللي ما خداتش نعوضها في محسن ان شاء الله. شوف لي هذا الزين هذا عاوتاني كيفاش جا ها هو حسين شي حاجه غزاله وبنويه سمي لي عندها ديطاي شوي برا رائع نذكروك بالثمن اللي هو 1000 درهم هذا هو الشيء في لاباز ديالو موف او موف بارد ها هو هنا الثمن راه 1000 درهم كل اللي خدا شي حاجه بصحته اللي ما خداش فيما احسن ان شاء الله ديما جا الخير ديما الهوته صباحكم مبروك تحياتي السي حسين